خويا السلام عليكم وبركه واشكركم. هذا شعب الرجاوي راه وصلت ليه العظم. هذه المسيره دايرينها ضد حسبان واللي معاه، راه قهرونا، راه الرجاوي وقفوا على قد الحد، راه وقفوها. اللهم ان هذا منكر، الله ياخذ الحق في الظالمين. كنت فريمون رجاوي وكتموت على الرجا، غتمشي بحالك وغتخلي الرجا اللي يجيو الناس اللي غيستاهلوا. فريق رجاء البيضاوي فريق يعني رئيس اللي عنده امكانيات، رئيس اللي عنده عقليه اخرى، عقليه بروفيسيونيل اللي يمكن انه يدير انتدابات في المستوى، لانه فريق رجاء البيضاوي خصو رئيس كبير، عنده جمهور كبير، عنده خصو السير يكون احترافي بروفيسيونيل بمعنى الكلمه، باش لعبوا ان شاء الله العام الجاي لعبوا على عصبه، لعبوا على الكونفدراليه الافريقيه، ولعبوا على البطوله، ولعبوا على كاس العرش ان شاء الله، ولما لا نتوجوا بجميع الالقاب. وتنتمنى من حسبان انه يمشي بحاله، حيت فريق رجاء البيضاوي كما كنقول خصو رئيس، عنده جمهور كبير، كبير عليه الرجاء، كبير عليه بزاف، كما قال الاخ سفيان، يعني بلا ما نديروا التصعيد، بلا ما نلتجئوا لوسائل اخرى، جاء الوقت انه يمشي بحاله، وخصنا رئيس جديد كما تنقول، وديما رجاء، وديما رجاء. خويا فريق جمهور ديال فريق الرجاء تيطالب هذا الرئيس هذا يمشي، فيما بغينا نمشيو معاه نمشيو معاه، نمشيو معاه المحكمة، نمشيو معاه المحكمة العسكرية، فيما بغا نمشيو معاه نمشيو معاه، هذا الرئيس هذا خاصو يحيد. السلام عليكم. رئيس فاشل، رئيس في جميع المستويات فاشل. أيو عري رئيس الرجاء أحسن منه. السلام عليكم، أنا كنبغي نوجه رسالة للحسبان، نقول ليه الرجاء راه بزاف عليك وراه ماشي ديالك وديكاج، والرجاء راه عالمية ماشي جماعة محلية. شكرا. الرجاء راه كبيره بزاف، الرجاء هي اللي خرجت شبان وشياب، راه خرجت بزاف، راه الرجاء هي اللي كاينه في هذا المغرب هذه، راه كلشي صفق علينا، ما كنحتاجوش حنا، راه خص شي واحد يخدم الرجاء. الرجاء راه مشينا حنا، راه مشينا للمونديال الاكادير ومراكش، راه كنتفكروا حنا راه كتشدنا البكيه، عيب. مشينا لفدوميل، مشينا للبرازيل، على هذا الحساب هذا اللي كيدير لينا، الشيء اللي كيدير لينا راه والله حتى عيب، عيب عليهم، عيب. الرجاء راه خص شي واحد اللي يحب الرجاء، اللي يعطي الرجاء، وراه كيجاو الدراري الزوينين اللي جاو اللي حيدوا هذه المهزله هذه، هذه راه مهزله هذه. حسبان خاصو يمشي بحال هكا يقابل ولادو ديما رجاء.